طيب زي ما قلت لحضراتكم الاهلي طعن على قرار اللجنه الاولمبيه، هنشوف ايه اللي هيحصل في هذا الطعن. رئيس النادي الاهلي بيقول لا علاقه للكره بالانتخابات وسنصل لاعلى درجات التقاضي. مهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي اتكلم عن حكم المباراه الاخيره امام الترجي اليوم نيانت، وبإياب اللي لعب فيها الترجي بإياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا والتي اقيمت في رادس. قال مهندس محمود طاهر ان ضربه الجزاء التي حصل عليها فريق الترجي ظالمه، منتقدا اداء حكم المباراه، واثنى رئيس النادي الاهلي على لاعبيه معددا الازمات التي واجهت الفريق بالتاخر بهدف من ضربه الجزاء ووصفها بالظالمه، وقال ان هو سيصل لاعلى درجات التقاضي في موضوع اللائحة الخاصة اللي أقرتها جمعيته العمومية، لأنه يثق أن موقفه القانوني سليم بنسبة 100%، نافيا أن تكون خطواته القضائية ضد أشخاص بعينهم وإنما للحفاظ على حقوق النادي بإقرار لائحته الخاصة. بالمناسبة مهندس محمود طاهر واحد من الناس المحترمة جدا على فكرة، ومن الناس اللي أنا على علاقة جيدة بالمهندس محمود طاهر، وللمرة رقم مليون مش معنى ان انا كاسلام انتقد موقف ما عجبنيش في النادي الاهلي او من رئيس النادي الاهلي معنى كده ان انا ضد رئيس النادي الاهلي. مش معنى ان انا اجيب ضيف عندي في البرنامج يتكلم من وجهه نظره، انا ما اعرفش، انا لما بطلب الضيف ما ببقاش عارف الضيف هيقول ايه على فكره، انا كابتن ياسر ريان النهارده معايا، هو انا عارف كابتن ياسر ريان هيقول ايه؟ انا ما اعرفش. فبالتالي مش معنى ان انا عندي ضيف او ان انا اكتب عمود انتقد فيه موقف معين او اسجل رفضي لموقف معين من رئيس النادي الاهلي ان انا ضد رئيس النادي الاهلي الحالي مهندس محمود طاهر. مهندس محمود طاهر انا شخصيا بصفه شخصيه انا بحبه وبحترمه جدا، والراجل عامل كمجلس اداره عاملين انجازات كثيره جدا، هنتكلم عن انجازات مجلس الاداره. فللمره رقم مليون مش معنى ان انا اسجل موقف وانتقد موقف ان رئيس النادي الاهلي ان يضع صوته خارج مقره الرئيسي ومقر اشهاره والمقر اللي الناس عارفينه من خلاله اللي هو مقره بالجزيره اللي هو جنب اتحاد الكوره، ويضع صوته في مدينه نصر. ده بالنسبه لي موقف، مش ان انا ضد محمود طاهر او المهندس محمود طاهر، لا ده موقف بيقول ان انا شخصيا كعضو عامل في النادي الاهلي في الجمعيه العموميه للنادي الاهلي بارفض هذا الشكل. يعني لو المهندس محمود طاهر تم انتخابه للاربع سنين جايين هطالب، هقعد معاه واطالبه ان هو بعد كده يتم التصويت في الجزيره. انا وجهه نظري كده، لكن مش معنى كده ان انا ضد المهندس محمود طاهر، مش معنى ان انا اجيب ضيف يتكلم في سياسات مختلفه ضد ما بيعملهاش مجلس الاداره الحالي، مش معنى كده ان انا ضد المهندس محمود طاهر. ما هو انا كان معايا المهندس كامل زاهر امبارح ولا اول امبارح في هنا في البرنامج، واتكلمنا عن فوز واداء النادي الاهلي، واتكلمنا عن انجازات مجلس الاداره خلال الفتره الاخيره. وبالتالي يا جماعه من فضل حضراتكم انا لما باجي اتكلم بتكلم عن شيء معين، حتى الان انا لم احدد كعضو عامل في النادي الاهلي انا هكون مع المهندس محمود طاهر اللي عامل انجازات كبيره جدا ولا مع الكابتن محمود الخطيب الرجل الاداري الناجح اللاعب الكبير جدا والاداري الناجح جدا على يدي زي ما بيقولوا على يدي، ناجح جدا وعمل اشياء كثيره جدا خلال 8 سنوات انا كنت فيهم في النادي الاهلي. فمحدش يفسر دايما موقف معين، خلينا موضوعيين شويه، لما حد يجي ينتقد ولكن خلينا موضوعيين شويه في الانتقاد. انا انتقدت موقف بعينه عمله رئيس النادي الاهلي، ولكن انا قلت قبل كده ان مجلس الاداره الحالي في النادي الاهلي عامل انجازات كثيره جدا وهنتكلم عنها في وقتها. فمش معنى كده ان انا ضد المهندس محمود طاهر، بالعكس انا لست ضد المهندس محمود طاهر ولست ضد الكابتن محمود الخطيب، انا برضو مش مع المستشار مرتضى منصور ولا مع الكابتن احمد سليمان. احنا دايما بنحاول من خلال وجودي هنا في هذا المكان، انا بحاول زي الخط اللي قدامي ده بحاول ابقى في النص كده دايما، بحاول دايما ابقى في النص ما بين اليمين وما بين الشمال في اي حته بقى، في النادي الاهلي في نادي الزمالك. لكن انا عارف ان الكلام كتير جدا، الكلمه محسوبه على الواحد، ولكن هو موقف انا سجلت اعتراضي عليه.
الأهلي سيواجه النجم الساحلي يوم الأحد القادم زي ما قلت لحضراتكم. الوداد المغربي هيلاعب اتحاد الجزائر يوم السبت الساعة 7، والنجم الساحلي هيلاعب الأهلي يوم الحد الساعة 7:30. كابتن أحمد أيوب يقدم تقريرا مفصلا للكابتن حسام البدري عن مباراة النجم وأهلي طرابلس. خلاص النجم يعني أصبح كتاب مفتوح للنادي الأهلي. كابتن ياسر ريان حافظ النجم تماما، يعني قال لي انا كنت بتفرج على مباريات النجم وشفت مباريات النجم. هنتكلم على المباراه وكيف يلعب الكابتن حسام من وجهه نظر كابتن ياسر ريان بعد قليل ان شاء الله. ايضا الكابتن سيد عبد الحفيظ بينهي اجراءات اقامه بعثه الاهلي في سوسه، وطبيب النادي الاهلي بيعلن جاهزيه وليد سليمان الحاوي لمواجهة النجم. كان عنده مشكلة أو تقلص عضلي قوي بعد مباراة الترجي، ولكن الحمد لله وليد سليمان بيثبت من مباراة لأخرى أنه هو بتاع المواقف الصعبة. وليد سليمان بتاع المواقف الصعبة. أيضا كان في كلام تردد على أن مدير الأمن في النادي الأهلي، خلينا نقراها برضو علشان تبقى حضراتكم عارفين. الأهلي بيرد على اتهام مدير الأمن بالرشوة. استنكر اللواء أو شيرين شمس الدين المدير التنفيذي للنادي الأهلي تقارير وجود شبهة رشوة في بعض التعيينات الخاصة بأفراد أمن النادي. وذكرت تقارير صحفية أن 10 أفراد تم تعيينهم مؤخرا في مقر النادي بالجزيرة، تم تعيينهم بعد دفع رشاوى لمدير الأمن بالنادي. وقال شيرين شمس الدين للصحفيين: النادي الأهلي على مدار تاريخه لم يعرف مثل هذه الأمور. وقال أن كل ده من وحي خيال كاتب هذا المقال، واستدرك أن النادي لن يترك هذه الأمور تمر مرور الكرام. ده اللي احنا نتمناه الحقيقة، أن طالما حضرتك شايف سيادة اللواء أن في حاجة غلط، اعمل على طول، أو شوف إيه اللي هيحصل في هذا الموضوع وخد إجراءات التقاضي المطلوبة في هذا الموضوع. نبوشا بيعالج أخطاء لاعبي نادي الزمالك. الحقيقة برضو بسرعة جدا قبل ما ننتقل إلى الجزء الثاني من هذه الحلقة ونتكلم مع الكابتن ياسر ريان ونستقبله، نبوشا واحد من المديرين الفنيين الجيدين. نادي الزمالك لعب مباراة جيدة جدا أمام فريق النادي المصري، ولكن أكتر حاجة قلقتني في مباراة الزمالك هما العشر دقايق ربع ساعة الأخيرة كمحلل. يعني أكتر حاجة قلقتني كمحلل لأي مباراة إن العشر دقايق أو الربع ساعة الأخيرة نادي الزمالك كان مضغوط، ومضغوط بشدة في نص ملعبه. التغييرات كانت كلها تغييرات دفاعية أكتر منها تغييرات هجومية. معرفش هل ده هيحصل بعد كده ولا كان ده لسه برضه نبوشا برضه. حتى الآن لا نستطيع تقييم نبوشا على فكرة، بعد أربع خمس مباريات هقول لكم نبوشا عامل إزاي، لكن حتى الآن هو ماشي بخطى جيدة. العشر دقايق الأخيرة هي المشكلة الكبيرة لنادي الزمالك أمام فريق كبير زي النادي المصري الحقيقة. ولكن اسم نادي الزمالك ما ينفعش تنزل تدافع بهذا الشكل في آخر عشر دقايق. أنت بتدافع بس، كرة بتجيلك بتشوط الكرة لقدام وخلاص، وباسم مرسي بيجري في وسط أربعة. هي دي المشكلة العشر دقائق الأخيرة. مرتضى منصور بيرفض رحيل دونجا في الشتاء. رفض مجلس إدارة نادي الزمالك رحيل محمود عبد العاطي دونجا لاعب الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد خروجه من حسابات الجهاز، وتمسك ببقاء دونجا مع الفريق. أيضا الزمالك في إطار الكلام اللي كنا بنتكلمه امبارح الحقيقة أو أول امبارح مع المستشار مطردة وسمير بيه حلبيه رئيس النادي المصري، وانا بشكر كل الناس الحقيقه اللي كلمتني وكل الناس، يعني جات لي مكالمات الحقيقه مهمه جدا 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 من اعلى مستوى الحقيقه من الناس كلموني وكانوا يعني بيشكروني على او بيشكروا البرنامج على هذه المكالمه اللي كانت هدت الامور الحمد لله شويه. عشان كده يعني الزمالك بيطالب التوأم بالاعتذار، واعتقد ان الكابتن حسام والكابتن ابراهيم هيجي وقت ويعتذروا عن ما فعلوا لما يشوفوا ان هم اللي هو عملوه من وجهه نظر الكثيرين، يعني او الكثيرون، هو اللي حصل ده غلط من وجهه نظر ناس كثيره جدا. اللي حصل ده غلط. الزمالك بيغرم باسم مرسي 50,000 جنيه لتطاوله على حكم المباراه الوديه ما بين النادي الزمالك ونادي المقاولون العرب، فده شيء جيد الحقيقه علشان محدش يتجاوز مع الحكام. كابتن عصام عبد الفتاح عامل مفاجأة للتحكيم الأفريقي بمجرد اختياره كعضوا بلجنة الحكام الأفريقية.
تتمثل هذه المفاجأة في مقترح سوف يتقدم به لجنة الحكام بتوحيد مناهج التدريس للحكام على مستوى القارة الأفريقية بالكامل للارتقاء والنهوض بمستوى قضاة الملاعب. آخر خبر عندي، سيراميكا كليوباترا بيفوز على بدلاء الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف واحد. الإسماعيلي ماشي بخطة جيدة في الدوري العام، نتمنى له رب التوفيق ويصبح أو يرجع مرة أخرى النادي الإسماعيلي زي ما عرفناه الحقيقة في 2002 و2003 و2000 و2001 لغاية أو من 98 لغاية 2002، وقبل كده طبعا النادي الإسماعيلي طول عمره دايما بياخد بطولات دوري ودايما أو خد بطولات دوري وخد بطولات لكأس مصر. نتمنى أن يعود النادي الإسماعيلي، لغاية دلوقتي 3 مباريات أداهم بشكل جيد، ولكن نتمنى الاستمرارية للنادي الإسماعيلي.